مجنون ايه؟ ده مجرم، ده اخد الموبايل من سحر وقفل عليها الباب، لا وحاطط لنا بمصعب على الباب عشان خاطر يراقبنا. انا من الاول قلت لك ان ده لا جنايني ولا هباب وانت ما صدقتنيش. قول لي بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيب سحر كده؟ انا من الاول عارفه ان الحكايه دي مش هتخلص غير بفضيحه. ما تقلقيش يا خديجه، ما تخافيش، ما حدش هيقدر يقرب لنا. ما حدش هيقرب لنا ازاي بعد كل اللي عملوه فينا؟ انا من الاول قلت لسحر بلاش ورده العقد دي، بس هي ما سمعتش كلامي، وادي النتيجه. لا واصرت انها تخبي العقد هنا. استنى، هما ازاي ما لقوش العقد؟ انت مش مخبي العقد هنا؟ ما انا اتصرفت. اتصرفت ازاي؟ وعرفت منين اصلا انهم عرفوا حكايه العقد؟ سمعت اسيا وحور هما بيتكلموا عن العقد، عملت نفسي طبيعي جدا وبعد كده اتصرفت. اتصرفت ازاي؟ طلعت العقد بره الفيلا؟ لا، العقد هنا في الفيلا. في الفيلا؟ فين في الفيلا؟ في المكان اللي ما يخطرش على بال يوسف انه يدور فيه. حطيته فين يعني انت؟ في غرفة بنته. ما كانش قدامي حل تاني. قمت خبي العقد في اوضه بنته؟ الراجل مش سايب مكان في الفيلا الا وبيفتش فيه. الا غرفة بنته، ده المكان الوحيد اللي ما يخطرش على باله يفتش فيه. ده كلام فارغ. تقدر تقولي هنجيب العقد ازاي بعد ما حطيته هناك؟ ده بقى شغلك انت يا خديجه. احنا نستنى لحد ما الزوبعه دي تعدي. زوبعه ايه؟ انت عارف هو عمل ايه في بنتك؟ انا مش هفضل ساكته كده وانا مش عارفه بنتي ممكن تتفضح في اي لحظه. طب هتعملي ايه؟ هجيب العقد وهديهوله، ده اللي هيحل رقبتنا من تحت ايده. قصدك هتخنقينا اكتر؟ كده كده يوسف هيوصل للعقد، سحر مش هتستفيد حاجه. العقد مكتوب باسم عبد المحسن. انا مش عارفه احنا ازاي من الاول وافقناها وتورطنا الورطه دي. يا بنت الناس افهمي بقى، طول ما العقد ده معانا احنا بخير وبنتنا برضو بخير، لكن لو العقد ده وصل لايده هيفضحها وهيفضحنا. طب انا عايزه اطمن على بنتي، مش هسيبها والباب مقفول عليها كده. وهتطلعي ازاي والحيطه اللي حاططها لنا يوسف ده اللي اسمه ابو نيله مصعب واقف لنا زي الدولاب؟ بعدين احنا معناش مفتاح بيتها اصلا. خلاص يبقى نتصل على طلال وهو يتصرف. احنا ما نتصلش بحد ولا نكلم حد. لو طلال يتكلم هيفضحنا عند يوسف، وكده هتأكد ان العقد معانا. احنا نتصرف طبيعي ونكفي على الخبر مجور، واخد بالك؟ العيون علينا يا خديجه.